السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواجهني مشكلة في عدم تثبيت 3D Max والمايا، قمت ولكن عند استخدام برنامج سلاطي أي فيرتشال بوكس يمكن العمل على المايا، ولكن 3D Max بالفيو بورت لا تظهر لي رسالة خطأ، ولكن في برنامج 3D Max فقط. مثلا سأحاول تثبيت 3D Max. سأوقف التصوير بعد ذلك أرجع. الآن يحاول تنصيب مايكروسوفت فيزا 2005. أظن أن المشكلة من النسخة 2008. هذا هو الخطأ. قمت بتحميل الفيزوال 2005 ل 30 بايت. سأحاول نقوم بتثبيت. بعد أن ننتهي من تحميل النسخة الأخرى، والآن سأحاول تثبيت فيزيوال 64 بايت. هذا الخطأ هذه. أروك جيد.